صباح الخير على كل المتابعين، واليوم زي ما عودناكم نصيحة مختلفة، روشتة مختلفة في انك انت كيف تقدر تقتنيها وبجد تعكسها على حياتك او تشيل اللي بتناسب وبتماشى معاك كمشاهد عزيز قادر في انك انت تبني طموحاتك كل يوم. النصيحة اليوم او الروشتة بتتكلم عن فقاعة التغيير. كثير بنسمع عن انه التغيير التغيير التغيير، كيف انا اقدر اكون انسان متجدد كل يوم، لكن التغيير ده هو عنده فقاعة، بمعنى انه هو لا ثابت الا التغيير. طيب انا لما اكون انسان واعي تماما عزيزي المشاهد بانه حياتي هي عبارة عن مراحل، كل مرحلة من حياتي هي فيها متطلبات من الاشخاص، من الاماكن، من الادوات، من الاجواء المعينة. لما أنا أكون إنسان متمسك ومقاوم لهذا التغيير في المرحلة القادمة، أنت حتكون بالطريقة دي بتعيق قانون السريان أو قانون البركة في الكون. بمعنى أنا دائما أسمح لأنه الأشياء تتدفق من خلال، بمعنى التغيير اللي إحنا حنتكلم عنه أنك أنت دائما تكون إنسان صاحب فكر متجدد، ما تخش في الفقاعة بتاعت التغيير. فقاعة بمعنى حاجة زائفة أو حاجة فيك، بمعنى انه في كثير من الناس احبطوا من خلال التغيير. طيب كيف تمت الحاله دي باعتبار التغيير هو حاجه ايجابيه مفترض؟ هؤلاء الاشخاص اللي اقدموا على التغيير وكان سبب في الاحباط هم ناس عملوا التغيير كدفعه واحده، فبالتالي ما قدروا يتاقلموا التاقلم المطلوب وما قدروا يتجانسوا مع هذا التغيير، فبالتالي حدثت زي ما نقول مواقف سلبيه خلتهم هم يحبطوا من دواعي التغيير. ليه انا اتغير اصلا؟ ما تخليني قاعد هنا. طيب انا ليه يعني اجيب حاجات جديده؟ ما تخليني انا كده مرتاح. طيب رايك شنو عزيزي المشاهد؟ انه نقطه التغيير انك انت لما تكون مرن معها، قادر في انك انت تخلق تحسين مستمر، قادر في انك انت تكون كل يوم شخص متجدد. طيب انا عشان استثمر التغيير استثمار افضل، انا محتاج ان انا اكون واعي تماما بانه التغيير محتاج مني تقبل تام، والتقبل هو واحدة من مستويات الوعي للإنسان، لازم على الأقل يكون هو موجود فيها في فترة من فترات يومه أو حياته على الأقل. يبقى أنا كإنسان متمرحل في كل مرحلة، أنا مفترض أكون أكثر وعيا بأنه الأشخاص حتى لو فقدتهم في المرحلة الفاتت هم ما مفترض يكونوا معي في المرحلة دي، وأنا أكون قادر في نوع عندي قابلين أنا أتقبل أشخاص جداد، أتقبل أدوات جديدة، أتقبل أماكن جديدة. فالتقبل ده واحدة من محفزات السريان أو التدفق. يبقى دائما نحن التغيير لما نبدأه من نقطة إيجابية حنكون قادرين في نحن نزيل كل فقاعة بتحيط بالتغيير، يبقى أنت إنسان مؤمن بالتجدد، لأنه الإنسان دائما هو يعني أحيانا لا يتقبل التغيير الفجائي، لكن دائما حاول في أنك أنت تشوف شنو نوع التغيير اللي بتماشى معك أنت كفرد، لأنه نحن دائما ما بنتشابه في تقبلنا للتغيير. ما تخليك إنسان زي ما بقوله بتشارك الناس في نفس خطواتهم أو تفاصيلهم اللي تدعمهم في التغيير، خليك دائما أنت إنسان متجدد في فكرك اللي حيساعدك على أنك أنت تكون إنسان متغير ومتجدد كل يوم. طيب مفهوم التغيير دائما هو مفهوم التبدل أو مفهوم الإحلال والاستبدال. طيب هل أنا قادر أن أنا أعمل تغيير بيخدمني لي قدام ولا بيرجعني لي ورا؟ دي برضو نقطة إحنا محتاجين أن إحنا نعمل فيها تقييم مرحلي للمرحلة الحالية. هل التغيير اللي أنا أجريته في المرحلة دي أو التبديل اللي أجريته في المرحلة دي قدر أنه يخدم أهدافي بما يتماشى مع أن هي تتحقق ولا لا؟ يبقى دائما الفرصة بتاعت التقييم خليك واعبة تماما بأن هي تكون عملية بتاعت التقييم حقيقية وليست زي ما بقوله مزيفة، عشان تخدمنا أكثر في نحن نمشي تجاه أهدافنا. طيب نحن الليلة تكلمنا عن التغيير، لأنه نحن أحياناً بنعتقد أنه التغيير الأثر بتاعه هو حاجة ما كبيرة، وإحنا دائماً أحياناً بنستسرع النتيجة. طيب رأيك شنو عزيزي المشاهد؟ أنه التغيير في قالب الإيجابي أو التغيير الإيجابي هو أحياناً يشجع على الابتكار، كونك شخص قادر في أنك تكون إنسان مبتكر، عندك دائماً النيونيفيشن، الأفكار الجديدة المدفقة، يبقى أنت إنسان قادر أنك توظف التغيير توظيف إيجابي. بتجي الفكرة بعد ذاك في أنه أنا كإنسان متجدد كل يوم، شنو الأدوات اللي أنا مفترض أقتنيها عشان أقدر أكون متغير إيجابي أو قادر أن أحدث التغيير الإيجابي؟ بداية خليك واعي بأنك أنت واقف في أي نقطة. دائما التغيير بيبدأ من مراحل مختلفة،
يبقى أنا مفترض ما أبدأ من نفس النقطة اللي حيبدأ بها الشخص الآخر، يبقى نحن دائما خطواتنا حتكون مختلفة تماما. وعيك بالنقطة دي حيديك مفاتيح مهمة شديد في إنك أنا شنو الحاجات المفترض أمتلكها في الفترة الجاية أو في المرحلة الجاية، أو على الأقل شنو الحاجات المناسبة حتخلينا أعيش المرحلة دي بنوع من التوازن. لأنه دائما التوازن في تحقيق التغيير هو واحدة من الحاجات اللي حتخلي التغيير هو مستمر، حتخلي التغيير هو إيجابي، هو أبدا ما منشأ بتاع إحباط، وهو أبدا ما واحدة من الحاجات اللي هي ما لازمة في حياتنا. يبقى التغيير كفقاعة نحن محتاجين نحن نعيد الترتيب من أول جديد ونعيد نظرتنا في التغيير، لأنه دائما كثير من الآيات حثت علينا الإنسان المتجدد أو المبتكر هو إنسان يضمن الاستمرارية لأهدافه ولطموحاته، فبالتالي هو قادر في أنه هو يكون إنسان نموذج متحرك للتغيير وتكون إنسان ملهم للناس اللي دايرة تأخذ منك شلول النصائح اللي ممكن أقدمها لك كشخص قدرت تحدث تغيير إيجابي في حياتك. يبقى مفهوم تغيير نحن لو أخذناه ودرجناه هو حيكون قادر أنه هو يخدمنا بما يتماشى مع أهدافنا وطموحاتنا. لحد ما ألقاكم فرصة قادمة، في أمان الله.